بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله ربه بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومن أعظم ما بينه عليه الصلاة والسلام مسألة التوحيد وأمور العقيدة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولازلنا في شرح أركان الإيمان التي بدأ بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه للعقيدة الواسطية في كتاب العقيدة الواسطية في بيان عقيدة سلف هذه الأمة. وهذه العقيدة كما ذكرنا وكررنا مرارا أنها مستمدة من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة اقتباسا واستدلالا وتأصيلا، وذلك لأهمية العقيدة في حياة المسلم، وأنه إذا صلح عقيدة المسلم وصلح توحيده وصلحت عقيدته وصلح إيمانه قبل سائر عمله. وأما إذا فسد الأصل وهو التوحيد والعقيدة، إذا فسدت فإن الله عز وجل لا يقبل عمل من انحرف عن منهج التوحيد. ولذلك الله عز وجل يقول في كتابه عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك محبط ومفسد للأعمال، وكما في الحديث الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقد يتساءل البعض: لماذا نكرر هذه المسائل في كثير من الدروس؟ لأهمية العقيدة ومنزلتها في الإسلام، ورأس الأمر هو الإسلام وهو العقيدة الصحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث بعد البعثة 13 عاما في مكة يدعو إلى التوحيد ويصحح عقائد الناس، ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان يذهب إلى مجامعهم وإلى أسواقهم ويذهب إلى القبائل ويدعوهم ويقول: من يحملني ومن يمنعني حتى أبلغ رسالة ربي؟ يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولذلك عرف العرب في الجاهلية معنى لا إله إلا الله، وأنها إخلاص العبادة لله عز وجل ونبذ ما عليه المشركون من عبادة الأصنام وما كان عليه آباؤهم وأجدادهم من الشرك، الذين
يتخذون هذه الأصنام وهذه الأشجار والأحجار وغيرها والأولياء، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فنعى عليهم صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وبين لهم أنه لا ينفعهم هذا العمل، لأنه ليس بين العبد وبين الله عز وجل واسطة، ليس بين العبد وبين ربه في عبادته وفي دعائه وفي سؤاله وفي استغاثته وفي استعانته واسطة بينه وبين خلقه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لم يقل ادعوا الأولياء ولا ادعوا الأشجار أو الأحجار أو المشاهد أو الآثار كما يفعل بعض جهال المسلمين الذين غرهم الأئمة المضلون الذين أضلوهم عن العقيدة الصحيحة وعن المنهج السوي، وانحرفوا بهم عما جاء في القرآن والسنة، وأخذوا يتقربون إلى الأولياء والقبور والمشاهد والأشجار والأحجار وغيرها بالذبائح والنذور والقرابين، يزعمون أنها تقربهم إلى الله عز وجل زلفى، وأن هذا الولي أو هذا صاحب القبر له منزلة وله جاه عند الله عز وجل، فيسألونه الشفاعة أو يسألونه شفاء المريض أو رد الغائب أو يسألونه أن يرزقهم الله رزقا أو يعطيهم أولادا أو بنات أو غير ذلك. فهذا مما أنكره عليهم الإسلام، وجاءت الآيات والأحاديث تنهى عن هذه المسألة الخطيرة، بل هي المسألة التي من أجلها بعث الرسل وأرسل الرسل وأنزلت الكتب وقام سوق الجنة والنار من أجل تحقيق التوحيد وتحقيق عبادة الله عز وجل وحده. وجاءت الآيات القرآنية تبين أنه لا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، لا دعاء ولا نذر ولا سجود ولا ركوع ولا دعاء ولا أي نوع من أنواع العبادة لا يجوز أن يصرف إلا لله عز وجل. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولذلك بعض الطوائف وبعض الطرق الصوفية ونحوها ممن انحرفوا عن المنهج السوي والطريق الصحيح في بعض البلدان تجدهم يضلون المسلمين، فلا تقبل صلاتهم ولا صيامهم ولا حجهم ولا زكاتهم بسبب أنهم أوقعوا هؤلاء الجهال في الشرك، فجعلوهم يتقربون إلى هذه الأضرحة وهذه القبور وهذه المشاهد يزعمون أنها تقربهم إلى الله وأن لهم جاه وأن لهم منزلة عند الله عز وجل، حتى لو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا لا يجوز أن تدعوه من دون الله أو أن تتقرب إليه بشيء من أنواع العباد أو أن تستعين به أو أن تستغيث به. إذا أصابك كرب أو شدة فإنما هو ترفع يديك وتقول يا الله، فالله عز وجل هو الذي يستجيب لك، وهو الذي سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وهو الذي يشفي المريض ويرد الغائب ويرزق عباده. فهذا من معاني توحيد الربوبية ومعاني توحيد الألوهية ومعاني توحيد الأسماء والصفات. فإذا كان الله عز وجل هو الخالق وهو المالك وهو المدبر وهو المتصرف في الكون وهو الذي يعطي ويمنع وينفع ويضر ويمرض ويشفي تبارك وتعالى، فلماذا تذهب إلى المخلوق وتدعوه من دون الله عز وجل وتتقرب إليه؟ هذا هو الانحراف الذي لا يقبل معه للعبد صرفا ولا عدلا، ولا يقبل منه صلاة ولا صيام، لأنه أفسد الأصل
الذي هو التوحيد، وهو الأصل الإسلام وقاعدته التي بني عليها، فيجب على العبد أن يتفقه في هذا الأمر، وأن يعرف خطر الشرك وخطر مثل هذه المقالات وهذه الطوائف التي انحرفت عن الطريق الحق، وأكثرهم للأسف جهال مساكين لا يعرفون الحق، نشأوا عند هؤلاء المضلين فأضلوهم عن سواء السبيل، وزعموا أن هؤلاء الأولياء ينفعونهم ويضرونهم، فتجد بعضهم إذا لم يحصل عنده ولد ولم تحمل زوجته ذهب بها إلى هذا القبر وهذا الولي، وأخذ معه عجلا أو كبشا وذبحه عند أعتاب القبر، يرجو من هذا الولي أنه يكون سبباً في أن يرزقه الله بذرية. هذا من الشرك، لا يجوز، لأن الذبح هو لله عز وجل والنذر لله، والذي يرزق الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيمة. هذه مسائل أصلها القرآن وبينتها السنة المطهرة، ولذلك كان معرفة أمور العقيدة من أهم ما يتفقه به المسلم ويتعلم أمور العقيدة ويستوضحها. لو أخطأ العبد في مسألة من مسائل الفرعية في صيام أو في صلاة أو في زكاة فهذا أمره مغفور، لكن إذا أخطأ في العقيدة، أخطأ في توحيده، فهو لا يغفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر وإن شاء عذب، لكن الشرك هو الذي إذا مات العبد عليه والعياذ بالله فإنه قد خسر الخسارة العظيمة التي لا بعدها خسارة، لأنه يحرم عليه الجنة ويخلد في النار، وهذا والعياذ بالله هو الخسران المبين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، لأن الذي يدخلك الجنة هو التوحيد، والذي ينجيك من النار هو التوحيد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل. لأن دواوين العباد كما جاء في الحديث أنها ثلاثة: ديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم لبعض، وديوان لا يغفره الله وهو ديوان الشرك، الذي يقع في الشرك فهذا لا يغفر له، وديوان يغفره الله ويسامح فيه وهو ظلم العبد لنفسه، قصر في صلاته، قصر في صيامه، قصر في حجه، فعل بعض المعاصي، فهذا بينه وبين الله عز وجل قد يغفره الله له وقد يعذبه على قدر ذنوبه. والله عز وجل هو أرحم الراحمين وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، لكن بشرط أن العبد لا يقع في هذا الخطر الكبير الذي هو الشرك. ومعنى الشرك هو أن تجعل لله ندا تدعوه أو ترجوه أو تسأله. الله عز وجل أعظم من أعظم السور في القرآن التي تعدل ثلث القرآن سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالعبادة هي لله عز وجل وحده، وتحقق في هذه السورة وفي غيرها من السور القرآن أنواع التوحيد. ولذلك دائما نركز على هذا الأمر، ولأن المشركين لم ينكروا توحيد الربوبية ولم ينكروا توحيد الأسماء والصفات، وإنما أنكروا توحيد الألوهية. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ فهم أنكروا هذا الأمر
ورأوا أن هذا أمرا عظيما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ما استجابوا، وعرفوا أن العبادة لله وحده، وأن يترك أصنامهم، يتركوا أصنامهم وآلهتهم التي اتخذوها مع الله عز وجل. وبقي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة 13 عاما يدعو إلى هذه الكلمة، كلمة التوحيد. وكان يذهب إلى الأسواق وإلى مجامع الناس يدعوهم إلى التوحيد، وكانوا يقابلونه بالسخرية وبالأذى وبالنكران، ورموه بأنه ساحر وأنه كاذب وأنه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام صبر، وكان إذا أوذي كان يقول عليه الصلاة والسلام لقد أوذي أخي موسى بأكثر من هذا فصبر، يقتدي بموسى عليه السلام. والله عز وجل يقول له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم هم 5 من الأنبياء، من هم يا أبا منير؟ أولو العزم من الرسل نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم. هؤلاء هم أولو العزم الذين هم أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين، وأفضلهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالله أمر رسوله بأن يصبر على أذى المشركين في سبيل دعوته وفي سبيل تعليم الناس دينهم وعقيدتهم وإنقاذهم من النار. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلكم مثل رجل جعل له نارا وأخذ الفراش يتهاوى فيها وهو يمنعهم من الفراش، فأنا آخذ بحجزكم عن النار، يقول عليه الصلاة والسلام أنا آخذ بحجزكم عن النار. فليس هناك طريق إلى الجنة إلا من طريق التوحيد، من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه بشر، لما قال له من أخبر الناس أن من قال لا إله إلا الله ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فمعاذ رضي الله تعالى عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أبشر الناس يا رسول الله، قال لا تبشرهم فيتكلوا، فأخبر بها معاذ في خاتمة حياته تأثما من كتمان العلم. وهذا بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ولذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه العظيم الذي هو كتاب التوحيد، والذي ننصح كل مسلم أن يقرأ ما فيه من الآيات ومن الأحاديث، بيّن في باب من أبوابه باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، كما في الحديث القدسي يقول الله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي حديث البطاقة المشهور حديث موسى عليه السلام أنه قال يا ربي علمني دعاء أدعوك به وأسألك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، علمني ذكر أذكرك يا الله به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، يعني علمني دعاء خصني به موسى الكليم الذي اختصه الله تعالى بالكلام. قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة وعامرهن غيري ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. لو السماوات العظيمة هذه السبع في كفة ميزان ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وحديث البطاقة المشهور أنه يوم القيامة يؤتى بالعبد فيقرر بسيئاته وما عليه من الذنوب،
فيرى أنه قد هلك، فيقول الله عز وجل لا ظلم اليوم، فيؤتى ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة الميزان، والكفة الأخرى فيها السجلات السيئات والخطايا والذنوب، فترجح بها هذه البطاقة الصغيرة التي فيها لا إله إلا الله. هذا بيان فضل التوحيد. طاشت السجلات وعظمت تلك البطاقة التي هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولذلك دائما نؤكد على هذه المسألة وعلى إخواننا الذين يأتون حجاجا ومعتمرين إلى هذه البلاد المقدسة، بلاد التوحيد، بلاد الحرمين، ألا يرجعوا إلى بلدانهم وإلى أهليهم وإلى جماعاتهم الذين قد يكون عندهم من الأخطاء وعندهم من بعض الانحرافات، يبينونهم الحق. يعني لا يكون المسلم في رحلة العمرة ورحلة الحج ورحلة الزيارة يرجع إلى قومه صفر اليدين، كأنه ما استفاد من حلقات الذكر ولا من كلام العلماء ولا استفاد من دعوة التوحيد، وصحح عبادته وصحح نسكه وصحح عقيدته، فتكون هذه من فضائل الأعمال. وكان العلماء وطلبة العلم عندما يأتون إلى هذه البلاد، إلى مكة المكرمة، من عهد النبوة ومن بعد عهد الخلفاء الراشدين، كانوا يأتون إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواجدين في مكة وفي المدينة، وكانوا يعلمون الناس كجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي بن كعب وغيرهم من الصحابة الذين بقيوا في مكة والمدينة، فكانوا يأخذون عنهم العلم ويسألونهم ويجلسون في حلقاتهم ويسألونهم عما أشكل عليهم، سواء في عقائدهم أو في عباداتهم أو في الأحاديث التي سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الواحد منهم يسافر مدة الشهر والشهران والثلاثة، يأتي من المشرق أو المغرب على دابته إلى هذه البلاد المقدسة ليؤدي فريضة الحج أو العمرة، فيقابل العلماء ويقابل ويجلس في حلقات الذكر، فيأخذ العلم ويأخذ العقيدة ويصحح عبادته ويسأل عما أشكل عليه. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفوق كل ذي علم عليم. والله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم قل رب زدني علما. ولما جاء رجل إلى موسى عليه السلام الكليم الذي اختصه الله بالكلام، يعني ثلاثة من الأنبياء كلمهم الله، ثلاثة من الأنبياء كلمهم الله، من هم؟ آدم عليه السلام، آدم نبي مكلم، وموسى أيضا نبي مكلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي مكلم. فهؤلاء اختصهم الله تعالى بالكلام. آدم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وهو أبو البشر. وموسى عليه السلام اختصه الله تعالى بالكلام. ولما موسى عليه السلام لقي آدم، فأخذ موسى يلوم آدم، يقول لأبينا آدم عليه السلام، قال أنت أبونا آدم، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته ونهاك عن الأكل من الشجرة وأدخلك الجنة، ثم عصيت الله عز وجل وأخرجك الله عز وجل من الجنة بسبب المعصية. فقال له آدم عليه السلام أنت موسى كليم الله الذي اختصك الله تعالى بالكلام، كم وجدت هذا مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ. قال قبل 50,000 سنة، لأن الله عز وجل لما خلق الخلق أول ما خلق القلم قال له أكتب، قال ماذا أكتب يا ربي؟ قال أكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة، فهو موجود عند الله عز وجل فوق سماواته في اللوح المحفوظ
مكتوب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهذا كما سيأتينا في باب القدر أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون إلى أبد الآباد. الله يعلم الماضي ويعلم الحاضر ويعلم المستقبل، لا تخفى عليه خافية، كل شيء مكتوب. قال له يا موسى كم لقيت هذا مكتوبا علي؟ قال قبل أن أخلق بخمسين ألف سنة. قال نعم. قال فحج آدم موسى. الاحتجاج بالقدر في المصائب، لأن خروج آدم عليه السلام من الجنة هذه من أعظم المصائب التي أصابت البشرية، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر في المصائب ولا يحتج بها في المعايب، وسيأتينا الكلام على شرح هذه المسألة. ومن الذين كلمهم الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، رفع إلى فوق السماء السابعة في مكان يسمع فيه صريف أقلام القدر، فأوحى الله عز وجل إليه ما أوحى وفرض عليه الصلوات الخمس، فرضها خمسين صلاة ثم خففها الله عز وجل إلى خمس صلوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقتدي بأولي العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهو عليه الصلاة والسلام أفضلهم وخاتمهم وهو إمامهم يوم القيامة، ويقول عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فإذا مسألة التوحيد من المسائل العظيمة التي يجب أن نعتني بها وأن نتفقه فيها، وليس هناك مسلم يعذر بأنه يقول أنا ما أفقه هذه مسائل العقيدة ومسائل التوحيد. قد تعذر في مسائل الصلاة والزكاة والحج وبعض المسائل التي من فروع الدين، لكن أصل الدين لا يعذر العبد فيه أبدا، فلا يروح يذهب فلا يذهب إلى قبر ولي ويسجد عنده أو يسأله، حتى لو كان من الأنبياء والمرسلين، حتى لو كان إلى قبر محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو الشافع المشفع، لكن لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وكان يجعل الخرقة أو الخميصة على وجهه عليه الصلاة والسلام ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر من ذلك. تقول عائشة ولولا ذلك لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبره عليه الصلاة والسلام لم يدفن في مسجده عليه الصلاة والسلام، دفن في بيته في بيت عائشة، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فالصحابة رضي الله عنهم دفنوه في بيته في بيت عائشة في حجرة عائشة، ثم أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلما وسع الوليد بن عبد الملك المسجد النبوي دخلت الحجرات النبوية في حيز المسجد، ولكنه جعل هناك بناء بحيث لا يستقبل المصلي القبر، لا يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر حتى لو كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز لك أن تدعوه من دون الله عز وجل، لأن هذا من الشرك، وأن المساجد لله، نص قرآني، فلا تدعوا مع الله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا شجرا ولا حجرا، ولا العبادة كلها لله عز وجل، لا تصرف إلا لله عز وجل، الاستعانة والاستغاثة والدعاء
والنذر والذبح وأنواع العبادة كلها لا تصرف إلا لله عز وجل. ولذلك أنواع التوحيد الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام في كتابه هذا شرح كتابه العقيدة الواسطية، هو بدأ بهذه المسألة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل الطويل الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله فيها عن أركان، عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن أمارات الساعة، متى الساعة وعن أمارات الساعة. هذا الحديث العظيم حديث عمر رضي الله عنه وحديث الأصل الدين، يعني بعض العلماء كما أنهم جعلوا الفاتحة هي أم القرآن جعلوا هذا الحديث هو أم السنة. هذا الحديث العظيم الذي هو فيه أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان الذي هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وفيه الخبر عن الساعة وعن أماراتها، هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي ينبغي للمسلم أن يتفقه فيها وأن يفهمها، لأنها أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وما يتعلق بالساعة وأماراتها. ولذلك بدأ شيخ الإسلام رحمه الله كتابه في عقيدة العقيدة الواسطية بهذا الحديث، قال الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم فصل المسائل المتعلقة بهذه المسائل لا سيما ما يتعلق بالأسماء والصفات التي كثر فيها الجدال وكثر فيها الأخذ والرد، ومنها مسألة الكلام كلام الله عز وجل، ومن الإيمان بالله عز وجل والإيمان بكتبه الإيمان بالقرآن الكريم الذي هو أحد الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما أنزل الكتب التي ذكرها الله تعالى في القرآن فيجب الإيمان بها تفصيلا كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، كل هذه جاء ذكرها في القرآن الكريم مع القرآن الذي هو مهيمن عليها. وإن كان طرأ على التوراة من التحريف والتغيير والتبديل كما ذكر الله عز وجل ذلك عن بني إسرائيل أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فالله عز وجل ذكر عن اليهود أنهم حرفوا، وكذلك النصارى حرفوا في الإنجيل، لأن التوراة والإنجيل الكتابين، كتاب الإنجيل متمم للتوراة. ولذلك عند النصارى، النصارى يؤمنون بالتوراة والإنجيل، وأما اليهود فهم لا يؤمنون إلا بالتوراة ولا يؤمنون بالإنجيل، الذين هم اليهود. اليهود لا يؤمنون بالإنجيل ولا يؤمنون بنبوة عيسى عليه السلام، ولذلك الذين حرفوا وأفسدوا دين النصارى هم اليهود، هم اليهود الذين دخلوا في دين النصارى وحرفوه وغيروه. ولذلك الله عز وجل بيّن مسائل العقيدة وبيّن الكتب وبيّن ما يتعلق فيها في القرآن الكريم، وبيّن كذلك الانحراف الذي حصل في التوراة وفي الإنجيل وفي غيرها من الكتب التي حرفت وغيرت، وبقي القرآن الكريم الذي تكفل الله تعالى بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن الله عز وجل جعلها هي خاتمة الأمم، وجعل نبيها عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعل كتابها هو خاتمة الكتب، وتضمن الله عز وجل وضمن لهذه الأمة بحفظ الكتاب، ولم يكل حفظ القرآن إلى المسلمين، بل جعل حفظه له سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله عز وجل هو الذي حافظ كتاب، ولذلك جاء في وصف هذه الأمة في الإنجيل وفي التوراة أن أناجيلهم في صدورهم، أناجيل المسلمين في صدورهم. فمن حفظ القرآن الكريم فقد أصبح القرآن بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه. الذي أوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي القرآن والسنة، ولذلك ضمن الله عز وجل القرآن وضمن حفظه، فلو يخطئ إمام الحرم في آية لرده شاب صغير خلفه، فهذا من حفظ الله عز وجل لكتابه. وحفظ الله عز وجل على المسلمين عقيدتهم، وحفظ عليهم عبادتهم، وحفظ عليهم مناسكهم، وحفظ عليهم كتابهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمة هي آخر الأمم، ونبيها هو آخر الأنبياء. فلذلك ضمن الله تعالى حفظ القرآن الكريم، وجعله مهيمنا على تلك الكتب، بل جعله ناسخا لها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يدي عمر بن الخطاب الفاروق، وجد في يديه ورقا من التوراة، أوراق من التوراة مع عمر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى الكليم حيا ما وسعه إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك لسنا بحاجة إلى أي كتاب غير القرآن، ولسنا بحاجة إلى أي كتاب في شرعنا وفي شريعتنا غير سنة محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك كانت مبينة وواضحة، سواء ما يتعلق بالعقائد أو بالأحكام أو بالعبادات أو كل أو الأخلاق أو غيرها، كلها موجودة في القرآن الكريم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق محمد صلى الله عليه وسلم، ما قالت: كان شجاعا جوادا كريما حسنا سهلا سمحا، قالت: كان خلقه القرآن. خلق محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، الذي أثنى الله عز وجل عليه، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فلذلك القرآن هو الكتاب الناسخ لكل الكتب السابقة، ودين الإسلام ناسخ لكل الأديان. إن الدين عند الله الإسلام، دين الأنبياء واحد، دين نوح وآدم قبله وإدريس وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان، وكل الأنبياء جميعهم دينهم واحد وهو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، اللي هو التوحيد. وإن اختلفت الشرائع، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، لكل نبي شريعة تخصه ما يتعلق بالحلال والحرام. أما العقيدة اللي هو التوحيد فهو واحد، لم يكن هناك في دين أحد من الأنبياء أنه يجوز التمسح بالقبور والتوسل بها ودعاء الأموات وغيرها، أبدا. الجميع على عقيدة التوحيد. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والعياذ بالله. ولذلك المسلمين يتمسكوا بدينهم، يتمسكوا بإسلامهم، يتمسكوا بعقيدتهم، ويعلمون أنهم على الحق، وأنهم متمسكين بالحق، منطلقين في ذلك من الكتاب والسنة. ليس عندهم شيء يأخذونه من غير كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
بقي معنا ما يتعلق بمسألة الملائكة ونختم بها لأن توسعنا فيها، ولكن لأن بعض المسلمين لا يعلم بعض وظائف الملائكة وما يتعلق بأعمالهم ووقوفهم مع المؤمنين، وأن الله عز وجل أرسلهم مددا لرسوله صلى الله عليه وسلم في معركة بدر وفي أحد وفي الأحزاب وفي غيرها من المعارك وغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، أرسلهم الله عز وجل تأييدا وتثبيتا، وقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم في الدرس السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من غزوة الأحزاب التي تحزب فيه المشركون واليهود وغيرهم من قبائل العرب واتجهوا إلى المدينة لاستئصال الدعوة وللقضاء على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى صحابته الكرام، ونقض اليهود عهدهم، ولما انتهت المعركة واغتسل الرسول صلى الله عليه وسلم من الغبار ومن آثار المعركة، جاءه جبريل وقال له: يا محمد، وهو لابس لأمة الحرب، إن الملائكة لم تضع أسلحتها، إن فناجز بني قريظة الذين نقضوا العهد من اليهود في المدينة. فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وقال صلى الله عليه وسلم لصحابته: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. ثم إن الصحابي رضي الله عنه يقول: رأيت غبرة جبريل ومن معه من الملائكة ذاهبين إلى بني قريظة لقتالهم، لأنهم نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من أعمال الملائكة أنهم أيضا يحمون مكة والمدينة من الدجال ومن الطاعون، فقد أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم الداري رضي الله عنه أن الدجال قال: إني أنا المسيح الدجال. المسيح الدجال من أشراط الساعة الكبرى، وأشراط الساعة الكبرى 10 علامات، أشراط الساعة الكبرى 10 علامات، ولم يظهر منها شيء إلى الآن. الذي ظهر هي كثير من أشراط الساعة الصغرى، وأما الأشراط الكبرى فلم يخرج منها شيء، وإذا خرج واحد منها تتابعت العلامات بعدها جميعها. فيأتي الدجال يريد أن يدخل مكة أو يدخل المدينة، فتستقبله الملائكة بيدها السيوف المصلتة تمنعه من دخول مكة والمدينة، وهذا فيه فضل السكن في مكة والمدينة. فيقول الدجال عن نفسه وهو يخاطب تميم الداري، يقول: إني أنا المسيح الدجال، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة. أيام الدجال 40 ليلة، يوم كسنة ويوم كشهر، وسائر أيامه كأيامكم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيام الدجال يوم كسنة، قالوا: كيف نصلي يا رسول الله في ذلك اليوم؟ يعني الصحابة كانت مشغلتهم الصلاة وبالهم في العبادة، قالوا: كيف نصلي؟ قال: اقدروا لها قدرها، يوم كسنة، سنة كاملة لا تغرب فيه الشمس من أيام الدجال. فالصحابة يسألون: كيف نصلي يا رسول الله؟ قال: اقدروا له قدرها، بقدر اليوم 24 ساعة تصلون الصلوات الخمس. وهكذا. ثم يوم كشهر وسائر أيامه كأيامكم، وهو يسير في الأرض كالسحاب إذا ساقته الريح، يسير بسرعة هائلة. فيقول: لا أدع قرية ولا مدينة إلا هبطتها. ثم يقول: إلا مكة وطيبة، يعني المدينة، مكة المكرمة وطيبة الطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني الملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب من أنقابها ملائكة يحرسونها.
كل نقب وكل طريق من طرق مكة المكرمة والمدينة المنورة عليها ملائكة يحرسونها من الدجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر، قال: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة المنورة، حتى لا يذهب أحد ويفهم أن المدينة أنها شيء غير المدينة المنورة. وروى أيضا الإمام البخاري في صحيحه عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، يعني لا يدخله الخوف، لأنه إذا خرج الدجال وعاث في الأرض فسادا أصاب الناس خوف وهم من هذا الرجل العظيم الذي معه أنهار الماء وجبال الخبز، وهو كأعظم، كما ذكر تميم الداري قال: رأيت كأعظم إنسان رأيته قط، مسلسل ما بين قدميه إلى يديه كلها مسلسلة، وجدته في جزيرة من جزائر البحر مسجون، لا زال الدجال مسجونا في جزيرة من جزائر البحر. تستغربون الكلام، موجود الدجال، ورآه بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم تميم الداري رضي الله تعالى عنه يقول: ركبنا البحر فانكسرت بنا السفينة، فركبنا في أقرب السفينة اللي هي تجعلها للإنقاذ، فأوت بنا تلك الأقرب إلى جزيرة من جزائر البحر. قال: فرأينا إنسانا كأعظم إنسان رأيناه في حياتنا. قلنا: ما أنت؟ قال: قد قدرتم وعلى خبري، فمن أنتم؟ قالوا: نحن قوم من العرب، انكسرت بنا السفينة وأوينا إلى هذه الجزيرة. قال: فهل خرج نبي العرب؟ يسأل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، الدجال يسأل: هل بعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: أطاعه الناس أم عصوه؟ قال: بعضهم أطاعه وبعضهم عصوه. قال: خير لهم أن يطيعوه، حتى الدجال يعذهم ويقول لهم: خير لهم أن يطيعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إني أنا المسيح الدجال، وإني أوشك أن أخرج، فلا أدع قرية ولا مدينة إلا هبطتها غير مكة وطيبة الطيبة. فهو مسجون في جزيرة من جزائر البحر، وقد حدث تميم الداري بهذا الحديث على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا البخاري في صحيحه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، ولها يومئذ سبعة أبواب، على كل باب ملكان. وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وهذه بشرى لأهل مكة والمدينة أنها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وهذا حديث في صحيح البخاري أنه على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. أيضا عيسى عليه السلام لما ينزل من السماء وهو من أشراط الساعة الكبرى، ينزل واضعا يديه على ملكين. إذا هبط عيسى، عيسى عليه السلام في السماء الثانية، وهو حي لم يمت إلى الآن، وهو صحابي ونبي. والله عز وجل قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فرفعه الله عز وجل إلى السماء لما أراد. أنا ذكرت لكم أن اليهود لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام بل أرادوا قتله، والذي دل على عيسى اسمه يهوذا، دل على عيسى فأوقع الله الشبه عيسى عليه فقتلوه جزاء له، يريد أن يدل على نبي الله عيسى، فوقع الشبه على يهوذا هذا الرجل الذي يريد أن يدل اليهود على عيسى عليه السلام، فوقع شبه عيسى فقتلوه، قالوا له: أنت عيسى. ورفع الله عيسى، قال عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، فقتلوا الشبيه ورفع الله عيسى. عيسى عليه السلام لا يزال حي إلى الآن،
لم يمت عليه السلام، وقابله النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الثانية، لما في السماء الأولى آدم عليه السلام، وفي السماء الثانية عيسى عليه السلام، وهو قريب لينزل في آخر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى، ليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويقتل المسيح الدجال ويحكم بالإسلام، يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 سنين كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وهو علم من علامات الساعة عليه السلام. ويقال إن عيسى عليه السلام لما وجد وصف هذه الأمة في الإنجيل دعا الله أن يكون واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حيا حتى لقي محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وسينزل في آخر الزمان للحكم بالإسلام ولقتل الدجال ولقتل الخنزير وكسر الصليب وغيرها مما هو مذكور في القرآن والسنة المطهرة. ولذلك يقول النواس بن سمعان رضي الله عنه في حديث الدجال قال: فبينما أنا كذلك، يعني الدجال، إذ هبط عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم عليه السلام، بشرق دمشق، في شرق دمشق عاصمة الشام، على المنارة البيضاء. المنارة البيضاء موجودة الآن في المسجد الأموي، منارة بيضاء بناها المسلمون، وجاء النصارى وهدموها، ثم جاء الخليفة وأمرهم بأن يعيدوا بناء تلك المنارة على نفقتهم، فبنوها مرة أخرى، ولا زالت هذه المنارة على في المسجد الجامع الأموي شرق دمشق، وسينزل عليها عيسى عليه السلام واضعا يديه بين مهرودتين، واضعا يديه على أجنحة ملكين من الملائكة، ينزل إلى الأرض، والمهرودتين يعني ثوبين مصبوغين، كأنما خرج من ديماس، يعني كأنما خرج من حمام، يقطر رأسه ماء عليه السلام. فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح، ومع عيسى عليه السلام حربة، يقول لي إن فيك ضربة لن تخطئك، فيضربه عيسى فيقتل الدجال في باب لد في فلسطين، وينضم المسلمون مع عيسى لقتال اليهود كما جاء في أشراط الساعة الكبرى. نقف إلى هنا، ونسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظنا وإياكم، ويحفظ بلاد المسلمين من كل شر، وأن يحفظ بلاد الحرمين، وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود، وأن يحفظ على هذه الأمة عقيدتها، وأن يحفظ على هذه البلاد دينها وعقيدتها وقيادتها، وأن يحفظها من كل سوء ومكروه، وأن يحيينا إياكم على الإسلام، ويميتنا على الإسلام، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.